إذا كنتم ترغبون في فرزنة هذه السمبوسة، نضع كما قلت في صينية، نغلفها بورق نايلون، ثم نضعها في الفريزر حوالي ساعة إلى أن تصبح يابسة على هذا الشكل. ثم نضعها في كيس نايلون خاص بالفريزر ونضعها داخل، ونحتفظ بها إلى حين استخدامها. بهذه الطريقة يمكنكم الاحتفاظ بها في الفريزر. مع السلامة.